يعطيك صح. بطلب من المكتب الولائي للنقابة الوطنية للمدارس الابتدائية لولاية الأغواط حول التطرق إلى ما تم نشره في وسائل التواصل الاجتماعي لمدير المدرسة أثناء الزيارة التي تمت على مستوى بلدية آفلو، حيث كانت الزيارة لهذه المدرسة وما لاحظ فيها من بعض النقائص التي تهم المديرين التي تهم التلاميذ، بودي أن أوضح لسوء فهم والتصريح الذي قدم أثناء الزيارة، بحيث كان الهدف من هذه الزيارة ومن هذا التصريح الاعتناء بالمدارس خدمة للتلاميذ، وأنا كوالي دائما كنت بجانب قطاع التربية كأسرة مسيرة وكتلاميذ، ومن أجل دعمهم لتقديم كل ما هو في صالح التلاميذ تم فهم سوء فهم لما كنت أصرح به والتوجيهات التي أقدمها، والآن طلب النقابة من أجل فهم هذا الوضع وهم اللي راهم متواجدين، وتم انه لا هناك شيء يدعو الى القلق، بالعكس نحن بجانب الاسره التربويه. بهذه المناسبه العظيمه اتقدم بكل التحايا للسيد رئيس او للسيد والي الولايه، ونشكره شكر جزيل على استقباله بنا لنا هذا الاستقبال العظيم، كما اتقدم الى الاسره التربويه والى كل من تضامن معي بالشكر الجزيل جدا جدا جدا. نحن هنا وانتم ترون رؤيا العين مع السيد الوالي، نحن اخوه في الدين، نحن اخوه في الوطن، نحن من أجل بناء جزائر إن شاء الله جديدة بسواعد أبنائها. وبارك الله فيكم وشكرا.